السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. شكرا لإتاحة الفرصة. الجماعة ديل اللي هم اللي بيداخلوا كل مرة ديل، طبعا أغلب الطلبة الفلوتر يعني ديل بيدعوه، بيقول أنا فلوتر وما فلوتر، وهو متابع لتنظيم. زي مثلا الولد القبيل داك قال أنا فلوتر، وهو جاء قبل كده يوم اللي هو أمس جاء يتكلم عن السنة وجاء يطعن في السنة، جاب بدلة كده ولا شنو، المهم ودينا عليه. وأنا متأكد من الكلام ده، الكلام ده ما عارفين إخواننا السلفية ديل. المهم وقبليها بكثير جاء ناطي عند أنصار السنة، بيجي ناطي كده ويخرب لهم المنبر بتاعهم. طوال يجيهم بسؤال السنة وما هناي، كل مرة يخرب المنبر بالطريقة دي. ولما له كلام كده يعني كيف كيف، أنا ما فهمت شنو. المهم وجايين بيتين معاه وبيجاي وينشروا له في اسم شنو مباشر وما مباشر. المهم الزول ده كله يعني يا حبذا الناس زي ديل ما تدخلوا عليكم والله، لأنه كل مرة بيجي ما بيعملوا إلا يخربوا الكلام ده. لو دول في الوتر زي الأزلة زي الأولاد العاديين بزال محمد سيد حاج ذاته ما مشكلة، كلام جميل. فأنا ما بجي أدافع عن أنصار سنة ولا عن هنا ديل، الله يهديهم كلهم. تسلم، جزاك الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخونا جزاه الله خير عنده توجيه، وهو من ناحية صواب يا أخوانا، كونه إنه الإنسان ما يفتح لأي زول وقال عامل له لايف وكذا وكذا ومعه بيتين وأكفاد، فده صحيح عموما لأنه ما بجوز الاستماع لأهل البدع وكده. لكن إذا كان زول بيقدر يرد عليهم بجوز نفتح له، وده بكون أقوى. أنا مش يعني أخونا ده متهمه بكذا وكذا، لكن إحنا بنشوف الآن بنتناقش إنه الأفضل شنو. فأنا إحنا بنشوف إنه الأفضل لما يكون زول راس في الضلال ويخش من بران صار سنة وما يقدروا يردوا عليه، نحن دي ذاته نعمة كونه خش، عشان الباطل اللي عنده يتكسر، وبفضل الله ما بفضلنا نحن نتكسر. والبتين ده نحن نتمنى إنه اللايف ده يوصل لنا ما يكون انقفل لنا، لأنه يتعصر هنا ما عرف إنه جاب الحديث اللي استدل به، لأنه إنسان متناقض. فالزول يا أخواننا لو لما يكون على الحق وإنت عندك الحجة ما تخاف، ما تخاف. ولولا إنه هم بناته كده وما بجوز إنه يجن هنا، كان نحن دخلناه جوا هنا يشتغل اللايف، وانا لو عارف كان اديتين حق القروش على الرصيد عشان يشغل انا اللايف تمام. فديل ما عندهم، ما عندهم، ما تخاف ان شاء الله، ديل ما عندهم حاجه. وهو لو خش بيخرب انصار السنه، لان انصار السنه ما بيعرفوا للمنابر، ولانهم ودي يا اخواننا ذاته مشكله والله. انت يا انصار السنه لو ما قدر على الشغله دي ابعد بعيد يا اخي، ما تحشر انفك في اي حاجه. انتوا زمان انصار السنه قلتوا الاركان دي حرام، خلاص شيخكم الهواري قال انا الاركان دي حرام، وقال انه يا اخي انه الاركان دي بكون فيها سب وكذا وكذا، خلاص حرام مش بعيد. احنا خلينا للشغله دي اي علماني اي ملحد بفضل الله جاهز له، وكونه نحن نكسره قدام الشباب ده يا اخواننا المطلوب، عشان تاني ما يتكلم، ما يتكلم وما عنده حاجه، ما تسمع الكلام، ما عنده حاجه. وبعدين زي ما ربنا عز وجل قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وكل ما بنرضاهم هو البنتين اللي معاه، فهمت؟ فما تلاوز ان شاء الله، والله يخش بكره احنا شغالين، وبكره لو داير يجي برضه بنفتح له فرصه. والله بكره ان شاء الله انا ندم وندم ندم، يندم على اللايف ويندم على زول اللي اخترع الفيسبوك ذاته باذن الله، فهمت؟ زول داير يلعب بالدين ما تخاف ان شاء الله بننجم لك نجام ونحتى معاه لما نتكيف، عرفتها؟ الا بعد ذاك لو جاب مشاكل ده موضوع ثاني. ايوه اخونا ده حضر له وبيقول كلام، فنحن نسجل الكلام ونرد عليه. طيب بسم الله، اول حاجه الشكر للشيخ شهاب والشكر للشيخ احمد البدوي. طبعا انا متابع اخونا ده من اول ركن كان في جماعه انصار السنه المحمديه، وقام سال سؤال قال تعالى اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لغدير. قام صار الشيخ المتحدث كان حاجه اسمه البلول كده تابع لجماعه انصار السنه المحمديه، فقام ذاكر الداله وده قال له انه يعني انا برا انه الذين ظلموا ديل ممكن يعني امرق المظاهرات ده بيفهمه هو كده بتاع انصار السنه. قام رد له قام قال له يعني احنا قام سأله قال لي انت ها مرقت في المظاهرات ولا كده يا انصار السنه؟ قال لي احنا مرقنا وشاركنا في المظاهرات وعندنا واحد ذاته مات، الله اعلم منه انا ما بعرفه. وثاني حاجه برضه قال عندنا الخندقات حقاتنا لابسات النقاب وشغالات في المستشفى، في المستشفى بتاعت الخرطوم شغالات في الاسعافات.
والتفسير ده ما فهمته قاصدين بش من هو بيقول انه الذين ظلموا ذل دي آية عندها تفسير براها لناس لا لا الله كلامه ده هو بيقول انه يعني الذين ظلموا ذل بيفسر انه قال يعني ناس انت لو حصل لك ظلم من الحاكم تقول تمرق فدار الشيخ شهاب يوضح لي الذين ظلموا ذل واصلا ما بيجوز الخروج على الحاكم. طيب جزاك الله خير على غيرتك وغضبك لهذا الباطل. ايوه جزاك الله خير. فالذين ظلموا في الايه دي اخواننا الايه دي نزلت في نسخ على قول بعض اهل العلم نسخ ايات مسامحه من اعتدى من اهل الكتاب والمشركين لانه في ايات ربنا قال لست عليهم بمسيطر ليس عليك هداهم الى اخر. فالايات دي ايات العلماء بسموها ايات السيف نسخت الايات دي واباحت للمسلمين الجهاد دفاعا عن انفسهم وعن دينهم وان الظلم كان بسبب الدين لانه ربنا قال اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير شنو بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. فالسبب الظلم ربنا فسره لنا وده اسمه تفسير القرآن بالقرآن. الظلم هو شنو؟ هو انه مرقوا الصحابة من مكة وهجروهم من مكة بسبب الدين والإسلام. أبو بكر الصديق هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة والصحابة الثمانين الأولين مشوا لشنو؟ للحبشة وجابوا بلال خدته فوق الصخرة لغاية ما اشتراه أبو بكر واعتقوا رضي الله عنهم أجمعين. وعمار بن ياسر برضو عذبوه لغاية ما ربنا نزل إباحة قول الكلام الذي فيه موافقة الكفار باللفظ دون القلب يعني قلبك يكون مؤمن لو جابوك كفار علقوك دارين يقتلوك قال لك يا تسب الدين يا نقتلك وانت عارف انه عندهم قوة مش يجيبوا لك حاجة ما فيها كتل يعني ما ممكن يجيبوا لك نبلة يقول لك كم ما قلت بتكفر انت تقوم تكفر عرفتها او يجيبوا لك موية باردة يقول لك والله كده ما بتجي انت عارف حيقتلوك فهنا يباح لك ان تقول الكلمه تخلصا بشرط انه يكون قلبك شنو مطمئن بالايمان خلاص انه قلبك ملان ايمان فده بيجوز فالناس دي عذبوا المسلمين ربنا لما نزل الايه دي اباح للمسلمين شنو الجهاد اباح لهم الجهاد عشان يدافعوا عن نفسهم ويحموا دينهم ويدعوا الكفار للدين دي الغايه من الجهاد اما الكلام اللي قاله الواد جبيل انه الجهاد للظلم مجرد ما ظلموك تمرق ده كلام باطل وده يدل على المنهج التكفيري وبينا ربنا قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر شنو منكم بعدين الجهاد معاك بيتين شغال لايف جهاد اللايفات ده جهاد هسي جهاد بتاع لايفات وسايق لك بيتين ما بتخجل بيتين شغالات لك لايف واللايف ده الليله بتطرشه والله ما يجيبه كامل والله عرفتها لايف حيجيبوا ناقص جهاد اللايفات انا قال لما قال اخرجوا والله انا قلت الليله الله يستر يا ناس بور سودان جامعه حتقفل والناس الخريجين الله يعينهم والبرال مدارين يقروا والمواصلات والباصات حتكابس لانه الجامعه تقفل والناس راجعين انا ذاتي لا وسط وتاري زي ما قالوا القبه ما تحت اي فكي فهمت زي ما قالوا ركشه بيبوري قندران ونخرج والحسين رضي الله عنه يا زول انا قلت زول شايل له متفجرات ولا كذاب ساكت مباري فينا وضارب الضلله وتجاهد مع البنود لا في معاهن ده جهاد الخلط ولا شنو ما دي الفتوى بتاعت الترابي قال البيت قال مره جاب الكيزان قال لهم انتوا الواحد فيكم لو خلط البيت لو افترضنا انه بيعمل حاجه كعبه اقصى حاجه حيعملها شنو كيزان دنقروا تحت قال لهم مش حيزني بها قالوا اي قال لهم لو خلط الشيوعي حيقوم يدخلها في دين وتبقى كافره اذا اخلطوهن حتى لا يخلطوهن الشيوعيين حتى لا يكفر دي الفتوى حقت الترابي والله جد فتوى عجيبه عشان كده بتلقى الكوز بيخلط كوز والله بيخلط وبيحط النبك مره نحن شغالين زمان انصار السنه ديل ذاتهم كنا شغالين في جامعه السودان الغربي او الجنوبي والحمله الانتخابيه الهوس ده الفارغ ده بيجي وقت عدموا الكلام الكيزان بيجيبوا حفله والعلمانيين بيجيبوا حفله ديل يجيبوا رشاخور ديل يجيبوا فاطمه سفنجات ديل يجيبوا مين أم بدة وديك مين القلعة كويس بعد شوية الكوز وقف قال يا علمانين
دارين تفوتون بالحفلات لنأتينكم بفنان لا قبل لكم به. قال حمادة بيت ده الكوس يعني هذي حلوها كيف؟ لأنه عندهم يا أخواننا الغنى حلال، الغنى حلال. الترابي قال ينبغي أن تؤوب الآلات الموسيقية إلى الله ولا ينبغي أن يعبد الطار الله وحده. شان كده الكوز لما يرقص النار ولعت بيعتبر إنه دي حسنات. زمان الكيزان بيعتبروا الغنى حرام، الكيزان الأوائل الأوائل ناس علي عبد الفتاح ومين، وكان بيشاكلوا مع الشيوعين في الجامعات ويضربوهم في جامعة الخرطوم. الشيوعين قالوا دارين نعمل حفلة، والكيزان زمان زمان قوتهم قالوا الحفلة دي ما تقوم. قال والشيوعين جايبين أبو عرك البخيت، قال فجعلنا كلمة السر أبو عرك لأبو عرك البخيت كلمة بخاف. قال فجمع الجيوش التوحيد، تسمع كده تقول خلاص حرروا فلسطين. قال وحشدت الحشود ولما قال الفنان بخاف قال اعتد أو قال مشينا قال لي الحفلة وغنمنا ساون سيستم. ديال الكيزان فيها غنائم عديد. أسي الليلة كوز تلقاو كوز عرفتها ما بتفرزوا بينه وبين العلماني. فالخروج ده أخواننا حرام والله، وما جاب للأمة حاجة. وشوف الدول اللي حصل فيها خروج كلها ما استفادت حاجة. ليبيا كان دينار بكم لما قالوا دارين نقف ضد الغزافي، الأخوان المسلمين قاموا وقالوا لابد نسقط نظام الغزافي زي ما اعترفوا به كيزان السودان وغيرهم، قالوا نحن ساهمنا في إسقاط القذافي. لما الدولة الليبية دي القذافي دي بيه مشاكله دي، الناس دي كانت مرتاح، ما كان في قتل، ما كان في مشاكل كويس. حتى الناس لما جو عشان يقاتلوا القذافي وهم ما عندهم قوة، والغذافي زول غني لأنه ليبيا عندها ثروات ثقيلة، قاموا للناتو الكفار، ودي دارين الكفار دارين إنه بلاد المسلمين دي تخرب ما تتقدم، يكون خراب. يوميا الجامعة مقفلة، يوميا انت ما قاعد تقرأ، يوميا انت ما قاعد تحصل علم، يوميا مشادات ومشاكل بين الأحزاب ما دارين يحلوها الأحزاب. لو دارين يحلوها كان الليلة خشوا، عشان ما في زول يخش المكتبة يقرأ، عشان لما انتهي أيام الامتحانات ويتعصروا الواحد يمسك المرجع وشيل قرولة وجوه المرجع يشرط الورقة والناس ما يلقوها. حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل. عرفتها؟ ما في أي تنمية. قاموا مشوا للناتو قالوا ليهم لابد تضربوا الغزافي، قال لهم خلاص جدا ده دارينه وعندهم السلاح. قالوا لهم الصاروخ بكذا دولار والطلقة بكذا دولار وكذا بكذا دولار، كم صاروخ فكوا في الغزافي؟ دي بكم؟ سؤال، دي بكم؟ كويس؟ ما في مرة ما أنا رمضان الفات مشيت مصر لعلاج، ركبت مع بتاع تاكسي جاي راجع محل قاعد، قلت له والله يا سي انتم ما بلدكم كويسة بهذا اللفظ. قال لي في زمن مبارك كان أكوس، كان أكوس. عرفتها؟ الكيزان ذاتهم قالوا مبارك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجابوا لهم كوز بيدقن أخو مسلم مصري. طبعا الكوز ممكن يكون مصري، ممكن يكون صيني، ممكن يكون أي حد كويس. وقف قال لقد رأيت الله في ميدان رابع العدوية، صح ولا ما صح؟ جبريل قال رأيت جبريل، والله إلا يكون جبريل إبراهيم بتاع حركة العدل والمساواة، عرفتها؟ قال رأيت جبريل في ميدان رابع العدوية. ده كله عشان ولما شالوا مرسي قالوا من شك في مرسي فهو يشك في الله. مرسي أول مما مسك الميكروفون مما بقى رئيس، أول مما مسك الميكروفون قال للشعب المصري أنتم مصدر السلطة، وده كفر بالله لأنه ربنا قال إن الحكم إلا لله. قال تمنحوها من تشاء وتنزعوها عن من تشاء، وبدل الكوز القبيل ده يخلينا ندرش الجمهوريين والشيوعيين جاي يخش علينا في كيزان وهوس وكلام فارغ، عرفته؟ وكلام باطل كثير. قال قاموا سألوا مرسي قال لو انت بتطبق الحدود لو مسكت البلد؟ لا، قال هي اصلا مطبقة والردي، وطيب وقت مطبقة والردي انت مالك مارق على الحاكم، ناس مجرمين بس دارين الحكم، هم دارين الحكم. قالوا لو رأيك شنو في الفن والفنانين، انتوا لو جيتوا كاخوان مسلمين العلمانيين قارين فيهم دين يعني، بيسألوهم يا مرسي انت ها رايك شنو في الرقاصين والموسيقى؟ لا لا، قال طبعا
يعني معقول اللي محمد عبده ولا الجماعه دوت يعني هؤلاء هذه الرقاصه قال يعني تقدم يعني وتعطي عطاء في المجتمع. الرقاصه اصل بتعطي شنو؟ بيشيل منك قروش ساكت، وده هوس. وللاسف الشديد مرقوا معاهم المشجعين بتاعنا انصار السنه محمد حسين يعقوب ومحمد حسان. محمد حسان ذاته قال مرق، قال مرقت انا واولادي وام اولادي. هسه دي ما خيابه؟ تمرق مرقت مرتك في مظاهرات فيها صعاليك وفيها جماعه بيعملوا عمايل سودا وشينه، احنا ما بنقوله لانه في بنات محترمات قاعدات، فهمت؟ وهوس ثقيل. تمرق انت مرتك يا خايب محمد حسان، عرفتها؟ وداك برضو محمد حسين يعقوب، دمي دون دمكم ولا بتحت، ونحري دون نحركم ونحر تحت، كذاب. ده هنا زي ما قال اخونا حسب العهده والروايه اللي قالها، قال انصار السنه قالوا ان احنا مرقنا وعندنا زول مات ورطوه. ليش شيوخ بتاعنا انصار السنه ما مرقوا؟ سؤال يا اخوانا، زول ما يبقى عاقل، ابقوا عاقلين. يجيك اي واحد من الجماعه اللي قالوا مرقنا وكذا ومرقوا وكذا وهو بكل لابد، ليه ما بيسألوا؟ ما بيقتلوا؟ ما بيضربوه؟ لما انفضوا الاعتظام الحزب الشيوعي عارف انه بكره حيفضوه، وحزب الأمة عارف انه بكره حيفضوه، ليه ما وروا الناس؟ او ليه ما ثبتوا زي الرجال؟ فرتقوا خيمهم، وفي واحدين خلوا خيمتهم وفاتوا. الضايع منه الشعب المسكين. قال برضو قال اخونا حسب كلامه انه قالوا كان داكاتنا شغالات في المستشفيات. كويس؟ وطبعا انصار السنه ما واقفين على دبره. صار السنه عندهم واحده اسمها بلقيس احمد التجاني. دي مرشحه انصار السنه. انصار سنويا. قالت رمزي شنو ما بعرفه. العنقريب ولا الهبابه، المهم نازله قالت في دائره من دوائر الانصار السنه. وده يا اخواننا لعب بالدين يعني. ده لعب بالدين. وده تغرير بالشباب. بدل ما انت تقول للود الخشه ده انت كذاب ومجرم وتنصح المسلمين، تخلي المسلمين يمشوا للتهلكه. والان الناس كلهم عايشين، انه الشباب نسال الله يتجاوز عننا وعنهم، الماتوا في المظاهرات دي واحد حقه رجع ما صح ولا ما صح؟ والاحزاب عملت كابتن لابد، لانه المثل بتاع اهلنا هناك في الغرب بيقول لك دابي في خشم جرادايه ولا بعضي. والله الاحزاب دي جت ادوهم حاجه مسكوه، ها قفلوا له خشمه ما بيتكلم ثاني، عرفتها؟ فدي يا اخواننا الاحزاب. والله الاحزاب ما تجيب لي زول حاجه، ولا تجيب لي زول تعليم، ولا تجيب لي زول صحه، ولا تخدم اي حاجه. نحن بنشوف رؤيتنا انه نصلح المجتمع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقى مشاكل اجتماعيه، لقى زنا، لقى قتل، لقى سرقه، لقى مشاكل متراكمه بين القبائل. كله موحد بيناتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بشنو؟ بالعقيدة الصحيحة. يقول لي أول مما قام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها أعناق العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول يوم في الدعوة قام طوالي أبو لهب قال تبا لك ألهذا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. والتوحيد ده ما عنده زمن معين، لغاية ما تموت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال قبل أن يموت بخمس لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا. قالت عائشة في حديث آخر ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يا كثير من أهلنا عقائدهم، أبوي وأمي وحبوبتي وخالتي وحبوبتك وعمتك، مجتمعنا ده كله. نحن يا أخواننا نقعد نكورك عشان نصل الحكم ونطلع على جماجمهم ولا نصحح لهم عقائدهم؟ يا أخ لو ظلمني وأكل حقي وضربني وقطعني حتة حتة وأنا عقيدتي تمام، أنا بمشي لي الله ربنا بيتجاوز عني وبيعوضني وبيشيل حقي يوم القيامة. وأنا إذا مشيت لي ربنا وحقوقي تمام وشبعان ومكرش وسمين وأي حاجة، لكن انا عقيدتي خربانه استفدت شنو؟ اهلنا المساكين، المساكين اللي بيمشوا للصوفيه يشيلوا عقائدهم ويخربوا عقائدهم ويعلقوا فوقهم الحجبات ويدوهم الغنم ويدوهم القروش ويطوفوا بالقبر سبع مرات. ديل اللي بيمرقهم من المصايب دي منو؟ عشان كده نحن دعوتنا انه نبين للناس ونبدا بالعقيده، وما مستعجلين النتائج زي الاخوان المسلمين.
ما مستعجلين، ولا نحن دارين نبقى حكام، ولا دارين نبقى رؤساء في لجنة شعبية ولا في غيره. طيب جبيل قال الود المداخل الجبيل دي نقطة بس داري أعلق عليها قبل ما أجاب على الأسئلة، قال أنت ما براك على الحق. أنا ما بتكلم عن نفسي، أنا بتكلم عن منهج، المنهج السلفي ده الحق، وأي منهج غيره باطل. أخوان مسلمين، جمهوريين، كيزان، شعبيين، صوفية، فهمت، علمانيين، كلهم باطل. والمنهج السلفي شنو؟ أول السلف رسول الله، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، لما حضر أجل النبي صلى الله عليه وسلم نادى فاطمة بنته رضي الله عنها فسارها فبكت، ثم سارها يعني كلمها كلام بالسر فضحكت. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عائشة فاطمة، وكانت سألتها قبل ذلك، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت أقسمت عليك بحقي عليك أن تخبريني. قالت أما في المرة الأولى فسارني، قال إن جبريل كان يعارضني القرآن في السنة مرة، وعارضني في هذه السنة مرتين، وما هو إلا دنو أجل. فبكت رضي الله عنه، يعني أنا قربت أموت. ثم سارها الثانية فقال لها لا تبكي، فإنك أول أهلي لحوقا بي، وإنه نعم السلف أنا لك. فضحك. فأول السلف منه والرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن بندعو الناس يفهموا القرآن والسنة بيفهم منه بيفهم الصحابة، عشان ما يجيني أنصار سنة عشان زره يقول إحنا مرقنا كنداكات مقفلات. يا زول يا زول شغلة جاطت صار سنة. طيب قال في بعض الشباب مغترين بالتقدم الغربي وأنهم أهل علم وعمل، ويرون أن المنهج السلفي منهج عبودية ومرجعية للخلف، هل دين الإسلامي دين خمول وجهل؟ يا أخوانا في واحد سلفي أسي عليك الله معليش، يعني للزول السؤال السؤال ده قد يكون هو ما منتمي لحزب، لكن في زول جاب لك شاشة وبتاع وحاجات زي دي وميكروفون غير السلفي ده؟ أسي لو نحن بنعارض العلم كان بنجيب لك ده؟ كان بنجي الجامعة بإحمارة وما بنتكلم معك عربي ذات نربطها برا ونجي نقول لك يا صاحب الدكان اعمل لنا فتة، صح ولا ما صح؟ لكن احنا بناكل الحاجات الظريفة وكده، الجماعة بيقول لنا باسطة وبتاع، فما فيها مشكلة. يا اخواننا السلف ده السلف تشوف شنو؟ تشوف الصحابة في العقيدة كيف؟ في العدل كيف؟ يا اخي انت تقدم في الدنيا عمل لك شركة بتاعت اسهم، شركة بتاعت بورصة بس فيها شروط معينة، ده الدين كده، ما يكون فيها ظلم، ما تغش الناس، ما تبيع حرام، ما تسوي ربا، ما تثقل على الناس، اعمل بنك اعمل اي حاجة، ما ده شروطه بس، بعد ده سوي زي ما داير. فيها مشكلة يا اخواننا؟ هل السلفية كانت سبب في انه الانسان يرجع الى الوراء؟ فنحن بنرجع للوراء في القيم وفي الاخلاق وفي العدل بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يجيك اللي بيسموه اللمبي داك اسمه منه عبد الرحيم محمد حسين، راجل بيته بنى جامعة الرباط، نحن طبعا زمان كان حاكم لكن هسي نزل ننجمك، عرفته وعندنا وسائغ كذا خلينا مش. فعبد الرحيم محمد حسين راجل بيته بنى جامعة الرباط، الغفير قال انا ماشي في السطوح، قال بعد شيء العمارة مرقت مشيت في الشارع في السهلة. يتخيل العمارة دي وقعت كيف كده برر ومشى، يتخيل قطعوا له يده تاني بقوا مسؤول، تاني بقوا مسؤول، عرفتها؟ ده الإسلام بيقول لك كده، الإسلام بيقول لك تعدل. يا أخي لما ذهب عبد الله بن رواحة أو غيره من الصحابة مشى لليهود دار يشيل منهم القروش الخراج، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمره يعني قال نبقيكم متى أردنا أو قال متى شئنا أو كما قال، فمشى يشيل منهم اليهود. اليهود شكوا قال لهم والله إنكم يا معشر اليهود لأبغض الناس إلي ولا يحملني بغضي إياكم أن أظلمكم شيئا من حقكم. ده شغل حق الصحابة. السلف عثمان بن عفان كان أغنى الناس، نحن بندعوك تخرجت الآن أبقى أغنى زول في العالم، تشت
فيها مشكلة؟ أركب أحسن العربات والطيارات ما فيها مشكلة. عثمان بن عفان كان غني وتاجر يعني ناجح. اليهودي كان عنده مويه يبيع على المسلمين بالغلا. عثمان بن عفان قال لهم أنا عندي لكم نظام، بشتري البير من اليهودي بأقل من السعر اللي بيبيع به ذاته اليهودي. قال للمسلمين أنا بمشي لليهودي بقول له تأجر لي البير دي يوم كامل وبديك حقك كامل اللي بتقوله إنت ده. واليوم الثاني بعد عليه كيفك، الزول جاي يشيل منك مويه بيعلو بالإنت داير. اليهودي قلت كيف؟ قام عثمان قال للمسلمين قال لهم شوفوا اليوم ده تملى مواعينك وحقت بكرة. فبيقوا المسلمين يملوا الموية وحقت بكرة، لما يجي بكرة اليهودي قاعد البليد منتظر الناس يشتروا منه، بكرة بيمشي بيجي بعد بكرة بيدفعوا له حقه بيشيلوا الموية وبرضه وهكذا. اليهود بعد شوية شكى لعثمان قال له طيب ما نجي في كليك البير، قال له ما دارينا إلا بنص ثمنه، فباع له بنص ثمنه. فاشترى بئر روما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وارضاه. عثمان بن عفان زي ما قال الحسن البصري رضي الله عنه ودنبزوا الكيزان السيد قطب عليهم من الله ما يستحقون. عثمان بن عفان تجارته جات للمدينة، التجار جو، وطبعا معروف عثمان كان تاجر شاطر رضي الله عنه. قام قال لي التجار قالوا لعثمان قال له تجارتك جات ونحن الدرهم بالرب حك اثنين، ادينا التجارة دي. قال لهم انا سمعت اكتر من كده، قال له خلاص بالرب حك ثلاثة، قال لهم سمعت اكتر، قال له اربعة اكتر، لغاية ما حصلوا معه خمسة قال لهم سمعت اكتر من كده، قال له يا عثمان نحن تجار المدينة ما في اكتر من كده. قال سمعت الله عز وجل يقول في القرآن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ثم وزعها بين فقراء المدينة. شوف الكلام ده كيف صحابة. عشان كده الحسن البصري قال أرزاق دارة وذات بين حسن، قال وما كان يمر يوم إلا وينادي المنادي بين المسلمين هلموا إلى أعطياتكم، هلموا إلى الأموال، هلموا إلى السمن والعسل. يعني تخيل أنت تكون قاعد في بيتكم زولي كورك مش بدار يقول لك في فيلم هندي في السينما ولا في مظاهرة جاياكم، لا بيقول لك في قروش جات تعالوا نقسم لكم، تعالوا في سمن وعسل جه نقسم لكم. عثمان بن عفان بعد يقسم حاجات المسلمين تد يقوم يصلي ركعتين في بيت مال المسلمين بعد ما فضوا تد وزعوا للمسلمين. شوف العدالة دي كيف. ليه العدالة دي؟ ليه؟ لأنه ربنا قال في عثمان وأمثاله أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يرجو الآخرة وشنو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كان بيعمل للآخرة عشان كده ما زي ديل الكيزان، ديل ما شافوا دين، ده ما بخاف من الله الكوز. جاء والله حتى اعترفوا، انا كان عندي نسخه من جريده الانتباه بيتكلموا عن فسادهم هم ذاتهم كيزان. قال مره مشينا لكوز وتذكرنا انه زمان كاتل معانا في الجنوب وكده، فقلنا زول ده احنا نشوف اخباره لانه ساكن له في حي تعبان. قال مشينا له قلنا له طبعا وكده وتتذكر وجبنا معانا حاجات والأيام ديك ويا سلام. قال والجو روحي. قلنا يا أخي أنت مالك يا أخي الحاصل عليك شنو؟ لابد إحنا نقيف معاك وأخوان أخوان ما تعالنا نشغلك. قال يا أخوان إحنا شغالين لهناك ما شغالين هنا. قال إحنا فهمنا إنه هناك دي الآخرة. قال تاري هناك دي ماليزيا، يعني بيمشي يودي القروش يبلع بيجاي ويمشي هناك بغادي بروقة في ماليزيا. يا ناس بيتين الكيزان جابوا لهم دين ولا الأخوان المسلمين؟ الليلة الكيزان في العالم كله والأخوان المسلمين يفلسوا طوالي يعملوا شنو؟ فلسطين وفلسطيناء حكام المسلمين اليوم لم ينصروا القضية الفلسطينية. وطبعا الناس بيحبوا الدين وبيحبوا ينصروا فلسطين، الناس يقوموا يتبرعوا يقوموا يشيلوها يموتوا بها برام. الكلام ده قالوا منو؟
قال واحد اسمه محمود عيادي عبد الحليم في كتاب اسمه الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ، وانا عندي منه المجلد الأول قاعد، قال في الصفحة رقم 409 حسن البنا، قال إن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن أمرنا بمصافاتهم ومودتهم، وإنما خصومتنا معهم في الأرض وفي الاقتصاد. عشان ما يغشك فلسطين ونحن ويبكي كذاب ساكت داير قروش بس، عرفتها؟ نحن يعني نختم وأطلنا للطلاب على الطلاب، وجزى الله خيرا الطلاب على أنهم حضروا، ونشكر جميع الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يحمي البلد من الفتن والمشاكل، وإن شاء الله بكرة إن شاء الله حيكون في كلية الآداب الساعة كم؟ بعد الظهر إن شاء الله الساعة 12، ويوم الجمعة في محاضرة في نادي الخريجين إن شاء الله بعد صلاة المغرب عن الجمهوريين وغيرهم. جزاكم الله خير والسلام عليكم.